دكتور ابراهيم الابراشي استاذ ورئيس قسم السكر والغدد الصماء وقسم الامراض البطنه كليه طب جامعه القاهره هنتكلم على انخفاض مستوى السكر في الدم وكل طبيب ومريض نوع الثاني من السكر او اي مريض من انواع السكر اسوا حاجه عنده تعرضه لمستوى انخفاضي في السكر في الدم انخفاض السكر في الدم بيبقى اساسا مرتبط بعدم توافق ما بين جرعه العلاج اللي اخذها المريض والمعادل الغذاء او الوجبات الحركه العضليه وتغيرات في اليوميه بتاعته الغير طبيعيه، لابد ان الطبيب يعلم المريض كيفيه التعامل مع انخفاض السكر، اولهم الاعراض ازاي يحس ان في انخفاض في مستوى السكر في الدم، رعشه في الاطراف، ضربات في القلب سريعه، بروده، عرق سائع كل ده تؤدي صداع، كل ده احساس بالجوع، كل ده يؤدي الى ان انا عندي احتمال يكون في انخفاض مستوى السكر في الدم، اذا كان عنده جهاز سكر في متناول يده في هذا الوقت يتم اجراء تحليل ولو كان السكر اقل من 70 ياخذ السكريات مباشره اذا لم يتوفر جهاز تحليل السكر في هذا الوقت يتعامل كانها انخفاض مستوى السكر في الدم الاهم شيء ان منعها عشان هي دي اللي تؤدي الى مضاعفات في مستوى السكر انخفاضه يؤدي الى مشاكل مع المخ مشاكل مع القلب وبالتالي لا بد أن يكون هناك توعية كاملة من الطبيب للمريض على الإحساس بانخفاض السكر وتجنب حدوث الانخفاض أدوية جديدة معظمها تؤدي إلى خفض معدل إصابة انخفاض السكر في مريض السكر وأن لا بد أن المريض يكون عنده توازن ما بين جرعات العلاج مع الحركة العضلية المنتظمة مع النظام الغذائي ولا يفقد أي وجبات من وجباته التي متفق معها مع الطبيب وشكرا